الله إليك، إذا تفرق الزوج والزوجة إذا تفرق الزوج والزوجة نعم، فبينهما أولاد من بنين وبنات، نعم، فمع من يكونون؟ ها؟ مع من يكونون؟ يكونون مع من يقضي القاضي به، بمعنى أنهم إذا لم يتفق، إذا لم يتفق الزوجان على أن يكون الأولاد عند أحدهما فإن المرجع هو الحاكم، حاكم الشرعي، وهو ينظر المصلحة. ولهذا يجب أن نعلم أن الحضانة المقصود منها إصلاح المحظون، ولا يجوز أن يقر المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، حتى لو كان له حق الحضانة من حيث الترتيب. إذا علمنا أن هذا مهمل لا يبالي، أو علمنا أنه صاحب منكرات، فهنا لا يكون الأولاد عنده ولا حضانة له. المهم أن المرجع في هذا إلى القاضي، والقاضي عليه أن يتقي الله ويراعي مصلحة المحظون. نعم.